الطفيلات، جيت اليوم نشارك معكم بعض المشتريات من المرجان وبعض المشتريات قبضتهم من عند المحل ديال 5 دراهم. بالنسبة لي أنا أول نهار نخرج من بعد شهر وأربع أيام حاسبها ما مرقتش ديال الحجر الصحي، المهم تقريبا شي شهر وأربع أيام هي ولا 5 أيام تقريبا، المهم ما مرقتش نهائيا ملي قفلنا تقريبا ما خرجتش. المهم خرجت اليوم للضروره القصوى لان خاصني شي مسائل وضروري انا اللي نمشي نتقضاهم. المهم مشيت تقضيت مسائل ديال المرجان، المهم داكشي بلا ما نوريه لكم باين المواد الغذائيه وداكشي كان خاصنا ديال الدار الحلويات وكلشي وداكشي اللي غادي خاصني ديال الحريره وهذا كامل ان شاء الله ديال رمضان، غير شي بعض الحوايج اللي بغيتكم زعما تقدو تبغوهم ولا هذا نعطيكم اثمنتهم لانها معقوله الا بغيتو تقبضوهم، راه كاين متوفر عندك في مرجان بثمن زوين. المهم غادي نوريكم هاد الطاسات هما الاولين هادو، راني انا درت فاش كنت خدامه في الكوزينه راه وريتكم قلت لكم راه عندي مشكل مع الطاسات ما عرفتش يمشيو، دابا كنبغي ندير حاجه ما كنلقاش. خديت هادو بثمن ديال 22 درهم يمكن ناري نسيت على الاثمنه، المهم ثمن مناسب بعدا ماهم غاليين. فيها خمسه كيف شفتوا فيها خمسه ديال السوبيرات بالاحجام، المهم بحال هكا غادي ندير فيها بحال هكا شي حاجه بغيت نديرها في الثلاجه ولا في الفريكو ولا هذا غادي تنفعني. كاين بحال هاد السطيلات، هاد السطيلات كاين في الاحجام عجبني زوين صغيور كيف شفتوا. هذا بغيت ندير فيه هذاك اللي سمو البشليخه اللي درت والسانتر، ولا غندير فيه واحد فيهم لانه راه واخاك ما صغيرش بزاف وانا بالنسبه للبشليخه والسانتر ما درتش فيهم بزاف. حلوه المقص اصلا تقريبا يمكن اللي غندير غادي تقدني في هذا وباقي اصلا غادي تشد، لاني كما قلت لكم انا باش ننوع في المعسلات درت شويه من الشباكيه ودرت شويه من حل من السانتر ودرت شويه من هذا ودرت شويه من حلوه المقص. المهم غادي نشاركهم معكم ان شاء الله كاملين. بالنسبه للبشليخه راه شاركتها معكم وحلوه المقص ان شاء الله ولا السانتر انا غادي نشاركها معكم. كي شفتوا هذا كاين في هذا الحجم وكاين في حجم اصغر منه تقريبا قد هكا ولكن عريض عليه، انا شديت هذا اللي طويل شويه هكا. بالنسبه لهذا الثمن ديالو كان 260 وقبضت هذا المقله في راسكم ومنيتي نقبض هذا المقله ديما كنشوفه ديما كنقول بغيت نقبضها بغيت نقبضها كنقالها كنلقاها ديما غاليه. هاد المره مشيت واصلا هاد اللون ما عجبنيش انا، هاد اللون ديالها ما عرفتش شفتو كلشي الناس شارينو هذا والمهم ما عجبنيش. جيت هاد المره لقيت فيه هاد الغوز بيبي صراحه زوين عجبني بزاف. شو انا فرتك صافي شفتوها صراحه اللي مجربها فيكم تقول لي واش زوينه ولا. المهم انا هذه هي اللي شريت هاد لاماخت ما عرفتش واش زوينه ولا ما زوينه، بالنسبه للثقل ثقيله ولكن ما عرفتش. المهم الثمن ديال هذا كان داير 99 درهم كان فيها بروموسيون وهذا وفيها هاد الحزازه من هنا شفتوها، ولكن فاش انا ما فتحتهاش فما فاش شفت الكري هاد ماشي الكري هاد البيج هذا جاتني بانها يمكن كبيره شويه في هاد الدوره ما عرفتش فاش جبتها للدار جاتني هذه صغيره هذه الدوره ديالها راه ما كبيراش بزاف. وانا رد عليكم كيفاش جاتني واش عجبتني ولا ما عجبتنيش، المهم هذا الشيء جاني صغير والله اعلم. المهم نتوما اللي مجربها فيكم ترد عليا، انا راه باقي ما زعما باقي ما جربتهاش يلاه قبضتها. صافي هادو هما ثلاثه المسائل بالنسبه للمعلم اللي قبضت في مرجان كما قلت لكم، ويقدوا يعني غادي يقدروا يفيدوكم الا كنتو محتاجينهم راه فرصه باش انكم تقبضوهم. وبالنسبه للطفيلات اللي بغاو البلاستيك انا كنسولوني الطفيلات اللي معايا في الجروب ديال الواتساب ديال الطبخ سولوني على هاد الميكات اللي كديروا في هذا، انا نفتحهم معاكم باش تشوفوهم. شفتوهم هادو هاد البلاستيكات سولوني عليهم الطفيلات كيجيو في الفريكو ديروا فيهم دابا بحال مثلا صابو شفتو الحجم ديالهم قداش شفتوها راه كبيره هي باينه فيها اصلا 25 على 30 وكتنسد بهاد السداده هنا الفوق شفتوها هكا على هاد الشكل. صراحه راه زوينين وكيحافظوا بلاستيك زوين وكيحافظ على المواد في الفريكو. بالنسبه لهادو انا قبضتهم كندير فيهم اللحم وكندير فيهم كفته كنعزل اي حاجه فيهم، ودابا اصلا غادي نوجد شويه ديال مثلا البريوات ونوجد شويه المسمن وهذا ونعزلو لانني بطبيعه الحال في نهار ديال رمضان ما يمكنش توجدي كلشي في نفس النهار، ضروري شي حاجه خاصها تكون عندك في الفريكو مره مره غادي الا ما درتيش دركك الوقت ولا شي وما درتيش كلشي يعني تجبدي شي حاجه من الفريكو. وهادو راهم زوينين وميكا ديالهم صحيه كيف شفتوا وزوينه اصلا وكتنقفل بحال هكا يعني عمليه. المهم ثمنهم راه ما غاليش
فيها 20 بياسة. صراحة ما عقلتش على الثمن، ولكن المهم راه ما غاليش، الثمن ديالهم مناسب. انا جبت هادي صافي، يمكن هادشي اللي غادي نوريكم اللي ما سميتهم. بالنسبة للمسائل الاخرى راني جبت غير هاكين هاد القلع، هذا قلع ديال الميسه الميده، حتى هما كان ثمنهم زوين، دايرين 9 دراهم، وراه قلع غليظ وفيه الاشكال والانواع، جبته خاصني حتى هوايا، داير ثمن ديال 9 دراهم، حتى هما دايرين فيهم تخفيض زوينين. صافي هذه غير الحكاكه ديال هذا. المهم بالنسبه للمسائل الاخرى كما قلت لكم، غير المواد الغذائيه اللي قبضت، يعني الشيء اللي خاصني خلاص، هذاك الشيء راه يعني اي واحد غادي يقبض على حساب سميتو. بالنسبه لهاد هادو اللي بغيت نشارك معكم، حتى هما زوينين بالنسبه للدبركات، غادي تحتاجوهم بالنسبه لرمضان. هذه كريم باتيسير دايره 6 دراهم، زوينه، داير الثمن ديالها 6 دراهم وثمن مناسب جدا. وكاين هاد الباك هكا زوين، شفتو فيه جوج ديال الخميرات الحلوه الايديال، الحمراء كاين، البيضاء كاين، الكاكاو، وكيعطوك معاه هذه فابور تقريبا كتقام لك هاد الباكيه كامله ب 24 درهم. هادو مجموعين، يعني ديما كنقبضهم مجموعين. هاد المره ملي لقيت معاهم هذا، كل مره واش كيديروا معاك، كانوا العام اللي فات كان معاهم الكتاب ديال الطبخ، وهذا هاد العام معاهم مايزينا، من الاحسن لان كما قلت لكم هاد الحوايج كنحتاجوهم. ودابا غادي نشارك معكم شي مسائل قبضتهم عند محل ديال 5 دراهم. هادي صفايه صراحه زوينه، بالنسبه لدابا كتبغوا تصفوا شي حاجه بحال هكا قليله، تغربلوا شي حاجه قليله، قرفه، حبه حلاوه، النافع، زوينه هادي وثمنها زوين ب 5 دراهم، شفتوها. وقبضت هادي، شوفوها مغرفه، عندي صراحه وحده، عندي اصلا ماده من وحده، ولكن وحده عزيز عليا بزاف، ولكن تهرست لي منهم. لقيت هذه البيقه هكا ولونها زوين، كاينه في الالوان، حتى هي ب 5 دراهم. كاينه هذه كديري فيها هادشي ديال الدوش، حتى هي ب 5 دراهم، شفتوها، ديروا فيها الدو داكشي ديال الدوش، تقدروا ديروا فيها الديسير بحال هكا، تحطوا يعني ياسر من المسائل، تجمعوا فيها شي حاجه بحال هكا، شي داكشي ديال لي برودوي ديالكم، اي حاجه بغيتوا ديروها فيها، دايره 5 دراهم. هادو قطاعات حتى هما ب 5 دراهم، هادو زوينين، انا عندي دايرين، وهاد المره جبت هادو المربعين، غنغير، بغيت اصلا مشاهيه ندير بيتزا كاري هكا، تكون عود بيتزا مربعه، لي ميني بيتزا مربعين، وجبت هادي باش نديرها بهم، صراحه زوينين بزاف، بحال هكا كتقطعي بهم الفخوماج، تقطعي بهم ياسر من المسايل، عجينه ديري بها شي حاجه، حتى هما ب 5 دراهم. هادي كيوت كيوت كيوت، يا سلام عجبتني، صفايه حتى هي ب 5 دراهم، تصفوا فيها ياسر من المسائل، دريك بحال مثلا هاد دابا في رمضان ديروا الشعريه الصينيات وطيبوها، ولا هذا تسلقوها في المطخوه هون، ياسر من المسائل تقدروا ديروها فيها، حتى هي صفوافي تصف تسقطرو فيها فريز فرومبواز اي حاجه بحال هكا، المهم متوسطه، ما هي صغيره وما هي كبيره بزاف. وهذا قلع ثاني قبضته ب 5 دراهم، زوين، بغيتو لواحد لاطابل، حتى هو 5 دراهم. ودارو هنايا، واخيرا عندي جوج، هاد جوج بواطات شفتو نتوما ب 5 دراهم الوحده، راه كيتسدو مزيان، ويعني كيتقفلو، شفتوهم ديال الزاج، هادو قبضتهم لان يعني ضروري، هاد دابا في رمضان كندوب زبده وتشيطلي، ولا ندوب شي حاجه ندير شي حاجه تشيطلي، هادو زوينين صغيور هكا دير فيهم، ندير فيهم نيت الزبده اللي، لان الزبده انا كنخليها في الفريكو، يعني الا كانت كثيره كنخليها في الفريكو، يعني كنبغي الاستعمال ديال ديما، نخلي واحد الكونتيتي بحال هكا في هادو ديال الزاج، ما كنبغيش نديرها في البلاستيك. كتكون زوينه بحال هكا، شفتوهم جبت جوج لوينات بحال هكا مختلفين، حتى هما دايرين 5 دراهم. هادو هما المشتريات اللي كنحتاجو دائما للدار من مواد غذائيه، وداكشي اللي غنحتاجو ان شاء الله رمضان، راكم عارفين داكشي ديال الحريره هذا كامل. هذا ما كان، اخترت نشارك معكم هاد المسائل باش تشوفوا يعني لي بروموسيون اللي كانوا في مرة، صراحه زوينين، كانوا اثمنه جد مناسبه في ياسر من المسائل، ويعني اللي بغات تقضى هاد الايامات وتشد تغتنم الفرصه، راح كاينين دي بروموسيون زوينين. وهذا ما كان، عواشر مبروكه، تدخل عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله، خليكم معايا كملوا معايا الفلوق ديالي ديال اليوم. سيتي الطفيلات، ما شاركت معكم هاد الشبيكه كيف تشوفوا اللون، يا سلام، واحد الكري فيها خطير. بالنسبه لهذه قبضتها على حساب لابابو، كيف تشوفوا غادي نطرحها في لابابو ان شاء الله.
نبقى نغسل فيها الخضره، نماصي فيها المواعن، نطرحهم، يعني ياسر من المسائل، عندها عده استعمالات كيف تشوفوا. تغسلوا فيها اي حاجه بغيتوها، صراحه زوينه، الثمن ديالها كان جد جد مناسب، دايره الثمن ديال 11 درهم، والبلاستيك ديالها خطير، البلاستيك ديالها زوين. مهم نسيتها وصورتها معكم ضريف باش تشوفوها. هذا مكان، هذا هما مشترياتي اللي شاركت معاكم. هون قبضت البيض، كنديرو في شويه من الماء وجافيل، ندير له قطيره من جافيل وكنخليه واحد المده، عاد بدا كنغسلو، عاد كنستقطرو، نشفو، عاد نطرحو في الثلاجه. كنتمنى تعتمدوا هذه الطريقه وتموا ديروها، ما تطرحوه نيشان في الثلاجه. المهم هذا هو الفيديو ديالي اليوم، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم ويعود خفيف ظريف على قلوبكم.